Cristiano Ronaldo. Eden Hazard. كرة باتجاه الحارس يمسكها بسهولة. خيسوس نافاز. كاسيميرو. كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة. تسديدة من رونالدو. كرة بتخرج إلى ضربة ركنية بعد ما لمست الكرة اللاعب قبل ما تطلع خارج الملعب. بيرفعها في وسط المنطقة. ضربة ركنية بتتشتت بقبضة اليد في اللقطة الماضية. نيمار. كاسيميرو. ليونيل ميسي. ملعوبة الكرة من ليونيل ميسي. الله على البينية. بينية مثالية خلف المدافعين. وتصويبة خطيرة. أوهو. غيرت اتجاهها في اللقطة الماضية. اصطدمت الكرة في المدافع واستقرت في المرمى. يجب ألا نقسو على اللاعب في هذا الهدف. حاول أن يبعد الخطورة، اجتهد فيها، لكن لسوء حظ الكرة غيرت مسارها بعد ارتدادها واصطدامها ودخلت المرمى. الحكم يشير إلى خطأ. بداية عنيفة لهذا اللقاء. فيرجيل فان دايك. فشل الفريق في تحضير اللعب. ليونيل ميسي. ضغط جيد لاستعادة الكرة. كريستيانو رونالدو. حلوة الكرة. كان ممكن التعادل في اللقطة الماضية. ما كانت بعيدة اللقطة، لكن ما زالت فرصة التعادل البحث عن التعادل مستمر. أليكس دياز. حلو تبادل الكرات، حلو تمريرات، البحث عن ثغرة. نيمار وفرصة هدف الآن. الله على كريزمان. كرة في المرمى. كرة كانت هدية أمام المرمى. شوف اللقطة، ما بذل فيها أي مجهود، حولها داخل الشباك. المرمى خالي أمامه تماما. كل ما فعل بأن يكمل طريق الكرة إلى المرمى. كريستيانو رونالدو. فرصة خطيرة في هذه اللحظات. كرة مع بيكيه. كرة ممتازة في المساحة. نيمار. ألم مع ليونيل ميسي. افتكاك ممتاز في 18. ممكن الفريق يستغل الوضعية ويبدأ هجمة مرتدة. جميع لم كرة بينية خطيرة من رونالدو. بيلعب الكرة. مستحيل. تصدي كبير من حارس المرمى ينقذ الفريق من انفراد صريح في اللقطة الماضية. خيسوس نافاز. ما زال التهديد قائم. ممكن نقل الكرة والبحث عن هجمة مرتدة. جيرارد بيكي. خيسوس نافاز. حلوة الكرة إلى الطرف. تسديدة خطيرة. الله عليك، الله عليك. حطها في المرمى، حطها في مكان. الكرة الجميلة، لمسة ولا أروع، نهاية ولا أجمل.